ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. معلش عرفنا على نفسك. اخوك في الله محمد مغاوري ان شاء الله. محمد مغاوري بكري محمد حسنين غيتا للاستدلال. طيب ايوه يا محمد، انا شفتك النهارده مصاب الحمد لله يعني، بس انا ما عرفتش اصور عشان كانت القوات ضخمه جدا، فاحكي لي بس وصلت ازاي قدام اكاديميه مبارك في محاكمه حسن مبارك المخلوع. والله حضرتك احنا جينا الساعه حوالي 9 او 8 الصبح، لقينا الامن المركزي تعدى على نرجع للموضوع من اوله، الاسر الشهداء في منهم قعدوا يهتفوا ضد المحاكمات وبطل المحاكمات، فبنبص لقيت الامن المركزي بظباط وظابط يعني ظابط رتبه قال للعساكر اللي معاه اضربوا. اضربوا دي لقينا حضرتك كانهم بيضربوا في يهود. طب معلش انا عايز افهم يعني، يعني يضربوا ايه السبب؟ يضربوا ازاي يعني؟ يضربوا ليه بقى؟ بقول لحضرتك اعتراضا على ايه؟ الناس هنا عرفت من التلفزيون ان سمحوا بدخول بعض الانصار المجرم حسن مبارك، دخلوهم ورفعوا صور جوه الجلسه، وده مع انهم وقفوا ومنعوا اهل الشهداء اللي هم ليهم اصحاب الحق الاصيل في الدخول، منعوهم ان هم ان اي حد منهم، وتعاملوا معاهم بكل قسوه وبكل وحشيه. تمام. فاحنا واقفين ببص ايه حضرتك الضرب من كل اتجاه، وجري ورانا لحد حوالي بتاع هي المسافه دي اقول حوالي 300 متر جري. تمام. لحد ما رجعوا ورجعوهم تاني وجريوا على جزء انقسمت الامن المركزي وحوطونا من الاتجاهات كلها. انا اتصبت هنا، معايا اخ تاني الاصابه. يحكي لي الاصابه كام؟ غرزه ولا فاضتش؟ الحمد لله كدنا زي طوبه كده، حاجه طوبه زلطه يعني. الشرطه بتعرف طوبه ولا ايه؟ مش الداخليه. ما هو انا ساعتك فين الناس طبعا لما الداخليه ضربت فيهم بالكهرباء دي بعصايا تم التراشق بالحجاره. فاحنا من نفسي انا ضربت، انا مش فاكر ان انا دافعت عن نفسي وفعلا ضربت على الداخليه، لان بقول لك انا واقف لقيت الطوبه راحت لابسه في يعني. بعد ما اصبت انت بتدافع عن نفسك عشان مصاب تاني فتناولت الطوبه بالظبط كده، لحد ما لقيت ان الضغط علينا هجموا علينا بطريقه رهيبه. يعني دفاع مشروع، يعني دفاع عن نفسك. بتسأل